كناري الكريست أو طائر اليوتوماهي. اسم الطائر كناري الكريست، والبلد الأصلي إنجلترا. تاريخ الظهور بين 1870 و 1890 ميلادي. يبلغ طول هذا الكناري 17 سنتيمترا، يمتاز بالضخامة وكثافة الريش، وتكون وقفته بزاوية 45 درجة. ويوجد له شكلان، مقنبر وغير مقنبر. بدأ المربون بإنتاج هذا النوع من كناري الشكل في إنجلترا عام 1870، وقد استعملوا كناري اللانكشاير وكناري النرويج في عملية التهجين، وكانت النتيجة هذا الطائر الجميل، حيث أنتج من كناري اللانكشاير فإنه يميل إلى الضخامة نوعا ما، قصير الرقبة ذو رأس ضخم، والغير مقنبر له حواجب غليظة تغطي العينين، كما هو الحال مع الجلوستر. يوجد منه غير المقنبر ويدعى الكريست، وهذا لضرورة الإنتاج الصحيح، حيث أنه لا ينصح بتزوج الطائر مقنبر بأنثى مقنبرة، حيث أن هناك خطورة على الإنتاج مثل باقي الأنواع، وفي هذه الحالات من التزاوج قد يأتي فراخ صلعاء أو معاقة. القنبرة من مركز الرأس وتكون من الكثافة، بحيث تغطي جزءا من الرقبة والعينين وجزءا كبيرا من المنقار. الرأس الكبير، وتكون القنبرة في الطير جميلة، ويتوزع الريش بشكل جميل من أعلى الرأس وحول الرأس. أما في الطيور التي تكون بدون قنبرة، يكون للطير حواجب كثيفة جدا في جانب الرأس، الرقبة قصيرة في هذا النوع، الجسم ضخم والظهر عريض والصدر أيضا عريض، ويظهر قليلا للأمام. الذيل متوسط الطول ومناسب لحجم الجسم. الأرجل قصيرة يغطيها الريش مثل كناري الجلوستر. هذا النوع سهل في التفريخ وحنون على الفراخ، ولكن يحتاج إلى خبرة من قبل المربي في التغذية ودرجة الحرارة والإضاءة.